إنجاز متميز يتمثل بتعليم المكفوفين استخدام الحاسوب عبر تطبيق يتيح لمستخدميه التفاعل مع كل النوافذ التي توفرها شبكات الإنترنت. الكفيف يستخدم الكمبيوتر عن طريق لوحات المفاتيح الكيبورد، عن طريق الزرارات. عندنا برنامج ناطق، طبعا نصب البرنامج هذا على اللاب أو على الكمبيوتر ويتم التعامل الكفيف فيه بكل طلاقة عن طريق ناطق، قارئ، راوي، صوتي. عبير الطالبة المتفوقة في قسم علم النفس بكلية الآداب ترى أهدافها العلمية والاجتماعية ببصيرة واضحة، تجاوزت إعاقتها بجدارة بعد أن تجاوزت المدرسة الخاصة بالمكفوفين لتصل إلى مرحلة الدمج في الجامعة التي شكلت لها بيئة إيجابية من التفاعل العلمي والإنساني. ما صدقوا أني كفيفة، لكن لما شافوني وتأكدوا ما يعني رغم أنه يعني مجتمعنا يشتي توعية بعض الأمور عشان المجتمع يقبل نحنا، لكن الحمد لله بصراحة يعاملوني كإنسانة طبيعية ما فيش أي شيء. يعني بصراحة أنا أفتخر، بصراحة أفتخر أني كفيفة بجد. تعود عبير إلى زملائها لتجتاز المعاناة عبر مشروع استهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقول بأنهم يعيشون حياتهم بشكلها الطبيعي متجاوزين كل العقبات لتصحيح نظرة المجتمع عنهم. الرسالة اللي يوجهها المجتمع أنه يعني يخلونا جزء من المجتمع، يعني العناصر اللي عايشين بالمجتمع لازم نحن نكون مثلهم، ولا ينقصنا أي شيء لأن احنا ما ننقصنا أي شيء. احنا مكفوفين صح، ربنا أخذ مننا نعمة البصر، لكن ربنا أعطانا البصيرة والقدرة والإدراك على كل شيء. الدورة التي استوعبت عدداً محدداً من المكفوفين يأمل أصحابها أن تتوسع لتفتح عالماً من التفاعل الإنساني عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تعد عصية على المكفوفين. هنا بهذا المكان يبرهن هؤلاء المكفوفين معنى دحر النور للظلام، فبطموحهم وإصرارهم يؤكدون على مدى عزيمتهم في تجاوز كل العقبات والمعوقات ليثبتوا إنهم شريحة فعالة في المجتمع. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.